5 جيش أوروبي موازي للناتو عصر ترامب. أوروبا بقى على المستوى الكبير قلقانة جدا جدا من وصول الرئيس ترامب، لأن هو مش بيحترم الناتو وما عندوش تقدير للناتو، وقال قبل كده أي دولة في أوروبا تتعرض لهجوم خارجي من عدو خارجي مش هيتدخل ترامب ولا أمريكا بالضرورة لإنقاذ هذه الدولة. وده بيفكرنا باللي قالته الزعيمة إنجيلا ميركل قبل كده، إن لازم أوروبا تبحث طريقة لحماية نفسها لو دخلت في حرب مع روسيا، لأن على أمريكا ما تجيلنا يكون أصلا روسيا خلصت على نص أوروبا، وإنه أمريكا ما تقدرش تنقذ أوروبا نتيجة الوقت اللي تستغرقه ده إذا أصلا أمريكا خدت قرار بإنقاذ أوروبا. ألمانيا وفرنسا عندهم مشروع إن يكون في جيش أوروبي، رغم إن هما بيقولوا مش بديل للناتو، مش جيش أوروبي، ده كلام، هو في الواقع جيش أوروبي علشان أمريكا أيا كان الرئيس. وده اللي قاله وزير دفاع فرنسا، قال أيا كان الرئيس الأمريكي ما نستناش وإيدينا على قلبنا كل مرة علشان نشوف من رئيس أمريكا، قال أيا كان الرئيس الأمريكي لابد من استراتيجية للاستقلال في الأمن القومي لأوروبا بغض النظر مين في البيت الأبيض. الاتحاد الأوروبي عمل اجتماع وزراء خارجية ووزراء دفاع اليومين اللي فاتوا، 28 دولة أعضاء الاتحاد الأوروبي. كام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي؟ لما نقول أوروبا كام دولة؟ 28 دولة. فالاجتماع ده كان وزراء الخارجية ووزراء الدفاع مع بعض، 28 وزير خارجية 28 وزير دفاع، 28 زائد 28 قعدوا يناقشوا هيتصرفوا ازاي في ظل ترامب. قبل كده رئيس المفوضية الأوروبية رئيس ال 28 دولة قال ان ترامب معنى كلامه خطر على أوروبا وفي تغيير هيكلي وأساسي هيحصل في علاقة أوروبا بأمريكا. أوروبا قلقانة والقلق بدأ يظهر والظهور في 28 زائد 28 اللي قعدوا مع بعض وبدأوا يتصرفوا دلوقتي على بناء جيش أوروبي. والجيش الأوروبي لأول مرة أقر ال 28 زائد 28 إن الجيش الأوروبي ممكن يعمل عمليات خارج أوروبا. أوروبا قلقانة جدا من الشرق الأوسط، قلقانة من أفريقيا، في جوع، في جفاف، في يأس، في تطرف. الجوع واليأس والتطرف والجفاف بيدفعوا الناس من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا، يبقى أوروبا لو عدت كده قدام هتعاني معاناة شديدة، يبقى لازم أوروبا تحمي نفسها. أوروبا تحمي نفسها بإيه؟ بدعم أمريكي. طب الدعم الأمريكي إذا ما استمرش، يبقى أوروبا عليها أن تعتمد على نفسها، أو كلمة فرنسا إن لابد من بناء استراتيجية مستقلة للدفاع عن الأمن القومي الأوروبي.